اتفضل. تمام. برضو ممكن الأنشودة يعني إن هي تكون مرحلة لرجوع الحاسد عن فعله. فيا رب إني بقلبي هنا أريد رضاك، أريد الهنا، أتيت بقلبي ومن لي سواك، فأنت الملاذ وفيك الرجاء، أسير أتاك يريد النجاة، يريد سماحا لما قد مضى، فإن تعف عنه فمنك الكرم، وإلا إلهي فمن لي هنا، أسير أتاك يريد النجاة، يريد سماحا لما قد مضى، فإن تعف عنه فمنك الكرم، وإلا إلهي فمن لي هنا. جميل جميل طبعا، ربنا يبارك فيك ويحفظك ويرضى عنك يا رب. ازيكم يا خالد؟ الله يجزاك ربنا يبارك. شيخ حسام، السؤال بقى في غايه الاهميه، لو انا رايت ما يعجبني وما استحسنه، يعني سواء كان شخص مثلا يكون ما شاء الله طيب وجميل، ماذا اقول؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذا راى احدكم من نفسه او من اخيه ما يعجبه فليقل اللهم بارك، فلتقل اللهم بارك او تبارك الله سبحانه وتعالى. يعني لكي لا تصيب بعينك بدون حتى ان تشعر، لان الانسان ممكن يحسد بدون ان يشعر، بدون ان يعني ان يشعر ان هو بيحسد بعينه فقط. فتصد هذا بماذا؟ بان تقول اللهم بارك، حتى تقي نفسك من ان تحسد الذي امامك او تصيب بعينك الذي امامك، فلتقل اللهم بارك. جميل، ده لو انا رايت ما يعجبني او ما استحسنه. نعم. السؤال بقى الاخر، ويمكن السؤال ده بيتردد في اذهان الكثير من الاباء والامهات دلوقتي. نعم. يقول لك ازاي احفظ نفسي وعيالي واسرتي واهل بيتي من الحسد والسحر والعين؟ نعم. اعمل ايه؟ كيف اقي نفسي واهلي من الحسد في ضوء القران والسنه؟ نعم، الدلائل من القران والسنه كثيره. فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، او كما قال الله سبحانه وتعالى في المعوذات، معنى المعوذتين سورة الفلق وسورة الناس، وكعن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذ بهما فإنهما تعوذ بهما، فما استعاذ بهما متعوذ خير منهما. يعني استعاذ بالمعوذتين الفلق والناس. النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقي نفسه بالمعوذتين والإخلاص. نعم، بل كان من هدي عليه الصلاه والسلام قبل نومه انه يجمع يديه ثم ينفث فيهما ويقرا الاخلاص والمعوذتين. نعم. وايه تاني معانا؟ معانا الاخلاص، سوره الاخلاص عقب كل صلاه، لو استطعت بعد كل فرض من الخمس فروض ان 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 تقراهم مره واحده مثلا. دي دلائل من القران. والبقره؟ والبقرة طبعا معانا البقرة، يعني لو استطعت الزهروين، ولو استطعت البقرة بالذات، وأنصح به يعني نفسي وإياكم، يعني لو استطعت أن تقرأها في كل يوم، لو استطعت أو تأتي منها ما استطعت، يعني يكون خير كثير جدا لك. ولو إن لم يستطع أن يقرأها فليستمع إليها. صحيح. نعم. معانا الرقية كمان، ومن أفضل الناس مثلا تسمعها سماعا الشيخ محمد جبريل، ربنا يبارك فيه يا رب. الرقية هنا بقى سؤال في غاية الأهمية. نعم. كيف أقي نفسي وأهلي من الحسد والعين عن طريق الرقية؟ هل لازم أطلب من حد إن هو يرقيني؟ يعني هل لازم يا شيخ حسام أطلب من حد إن هو يرقيني؟ هو في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسترقوا أو لا تطلبوا الرقية، يعني من 70,000 لا يسترقون. 70,000 لا يسترقون. فبالتالي طب أنا هعمل إيه؟ عايز أرتقي، أحاول أرقي نفسي بنفسي. يعني والله اعلم، احاول ارقي نفسي بنفسي. طب هل ينفع اروح اطلب الرقيه من حد، او اطلب ان انا رقيه، او اطلب من حد ان انا ارتقي؟ والله اعلم، كما ذكر الحديث او في نص الحديث اظنه، يعني والله اعلم، لا يعني مش صحيح. يعني حتى بعض اهل العلم بحثت في هذا الامر كذلك، بعض اهل العلم قالوا ان فعلا في راي قال ان هو يعني هيخرج كده يعتبر من السبعين، ولكن هناك راي اخر قالوا ان ممكن لو اني رايته مثلا، يعني اخ من اخواني
به مثلا مرض، به ابتلاء او شيء، ممكن انا ارقي بنفسي بدون ان يطلب، بدون ان يطلب نفسيه. وممكن النفسيه يا دكتور، لان بعض نفسيتنا في الوقت الحالي الهموم كثرت. صحيح. يعني احنا ممكن احنا كشباب الاجيال اللي قبل كده كانت عايشه وكان في خير وبسبب اللي حوالينا وكده، لكن الذنوب كثرت والفتن كثرت، فاصبح الشباب يحملون هما على هم، فالنفسيه تبقى ضعيفه ومتضايقه، فتطلب ترتقي، يعني انه يرقى عليها من شخص اخر. وانا يعني اذكر كمان ان انا كنت كان عندي الم وكنت صائم في رمضان الماضي، واخي في اخي حبيبي يعني ربنا يبارك فيه يا رب، رآني هكذا بدون ان اطلب منه حاجه، ولا حتى يعني بفضل الله اعرف ان هو بيرقي يعني اصلا. فرقاني وانا كنت صائم، وكان المفروض اخد دواء مسكن لي يعني. فرقاني ربنا يبارك فيه يا رب بدون ان اطلب منه. ويعني ده برضه من 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 محبه، او من 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 الاحساس ان انت ترى اخاك وانت ترقي، او عندك مثلا ملكه الرقيه، انك ترقي من دون ان يطلب منك وانت تعلم الحديث يعني. بس انا عايز اقول حاجه يا دكتور. اتفضل يا دكتور عمر عشان نختم. ماشي. الحاجه اكيده ان الانسان المسلم يكون واثق في ان الرقيه هتشفيه. ان انا مثلا حاسس ان انا تعبان او حاسس ان بطني وجعاني، لما افعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم رب الناس اذهب الباس اشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما سبع مرات كما رضى النبي صلى الله عليه وسلم على المكان اللي يؤلمني، اكون واثق كل الثقه وظني بالله سبحانه وتعالى انه يشفيني. لان الثقه بالله سبحانه وتعالى انا عند حسن ظن عبدي بيه. جزاكم الله خير. حاجه اخيره في اضافه، اتفضل يا شيخ حسين. كلام الشيخ دكتور عمرو ربنا يبارك فيه يا رب، محمل على الحديث. لا تسترقون، لان انت ممكن تطلب الرقيه فتظن ان الرقيه هي اللي فيها شفائك، اما الشفاء بيد الله. فانت لو رحت طلبت الرقيه، ده الرقيه ما هي الا سبب، ما هي الا سبب. انما لما تروح تطلبها بنفسك انت كده بتقول ان انا ايه شفائي في الرقيه، زي الدواء مثلا، هو هجيب دواء مثلا، تظن في نفسك ان الدواء هو اللي هيشفيني. لا، هو الله الذي يشفي. صحيح. واذا مرضت فهو يشفيني. سبحانه وتعالى. فالمرض والشفاء بيد الله. والرقيه كذلك، احنا دليلنا كذلك ان جبريل عليه السلام، جبريل عليه السلام كما ورد في الحديث الصحيح، نزل ورقى النبي عليه الصلاه والسلام، سحر عليه الصلاه والسلام، سحر لبيد بن عاصم، وكان يخيل لأنه يأتي أهله ولا يأتي أهله، سحر عليه الصلاة والسلام وحسد عليه الصلاة والسلام، ونزل جبريل ورقاه. وبرضو من باب الشيء نتكلم عن الحسد بقى والرقية والعين، برضو أنا بذكر المشاهدين برضو برقية جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام، عشان برضو لو كل أب وكل أم شايف إن ابنه مهموم ومغموم، وشايف إن ابنه أصيب بعين أو بحسد، فأنت ممكن ترقيه الأب والأم. يعني إن شاء الله تتوضأ، تكون على وضوء، وتضع يدك على ما تألم من جسده ولدك، أو حتى على ما تألم من جسدك، وكل بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. دي كانت رقية جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني جبريل رقى النبي بهذه الكلمات، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. مرة أخرى وفي الإعادة إفادة، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس او عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله ارقيك. عاوز بس اختم واقول يا شيخ حسام ربنا يبارك ويحفظك، قبل ما اخد كلمه منكم ان شاء الله، يعني من ذكرت الشيخ حسام في اثناء يعني كلامك ربنا يبارك وينفع بكم، وقلتوا ان الحاسد المذموم، عن الحسد المذموم، هو انسان بداخله شر، يتمنى الشر لغيره حتى ولو يحصل على هذه النعمه. يحضرني من بين القصص الطريفه يعني في قديم الزمان، ان رجل كان اشتهر بالناس بالحسد، كان يحسد غيره. فالمهم احد الملوك يعني استدعاه ذات يوم، فقال يعني اطلب ما شئت انت، يعني ما شئت، يعني لو انت طلبت ما شئت انا ساحصل عليه على ضعفيه يعني. قال له انت اطلب اللي انت عاوزه، اي شيء عاوزه من الدنيا، واللي انت هتطلبه انا هحصل عليه الضعف، هجيب عليه الضعف ليه لنفسي انا يعني. تخيل كده من بين الطرائف اللي ذكرت يعني، انه طلب منه، طلب من هذا الملك ان يفقأ له عينا واحده. طب ليه؟ هو لو فقأ لها عين واحدة ستفقع عينها الاثنين. فشوف الحسد وصل الأمر لإيه؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله.